يلا ها بك اقل من مهلك هلا بتروح بين ايدي مرحين عباس مستعجل بدي اركض خير اللهم اجعله خير يلا ها وصلنا وصلنا هلا باشتك رح توصل لهون عباس خير ان شاء الله شفتها هيدي شافت الارض هيدي لمين عباس لمين 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 لو ما انا عم اقول لك لمين انا ابص عليك لمين طب جيب لي لمين هيدي لعباس لالي انا شو بدي اتركها لابني فريد الازهر لا الله يخلي لك اياه بس هيدي شافت الارض يعني بدك تعمر لي فيها شيء يعني بدي اعمر لك فيها قصر عباس بعد عمرا طويل بس انت تموت يعني شو بدي اترك لك اوه يطول عمرك بعد اني موت انا بعد بموت لا قصدي اني موت لا سلامة قلبك انا بس بدي اترك لك شيء انت بدك تعمرها يعني انا بيديتي هاد اثنين بدي اعمر لك اياها تفضلوا بقى هلا انت شو لك بالعمار لتعمر بديتك جيت والله جيبك جيت روح سوي فيك وقهوه طالع عيني هون على الورشه طيب ليه بتصرخ فوت اطلع انزل طاطي يلا عشي هيدا احلى فنجان قهوه لاحلى عمي ابو عم تكذب قهوه سايطه لا وحياتك على شو سويتها شو على شو؟ كيف لقمتها وحميتها؟ خمسة بن وغليتها وخلص سويتها غليتها على شو؟ على النار غليتها على أني نار؟ لك على نار شو على النار على الغاز؟ لا أنا بشربها على الفحم طيب هلا قدر أرتبني حالك الفحم سنديان فحم سنديان؟ إيه ما بشرب قهوة خبرني هلا شو قصتك مع العمار وتاخذ لك شفة منها سنة 21 عباس اسحب عم بحكيك هالقصة بالزمانات كثير فهمت فهمت سحبت تفضل كنت بعدني أنا بذكر فرخ إيه فرخ هيك وين كنت؟ كنا ساكنين أنا وأهلي ببعلبك شو قلك ببعلبك أنت؟ شو قلنا ببعلبك؟ ما نحن معمرين بعلبك أنت معمر بعلبك؟ أنا وأبوي طيب شو كنتوا تعملوا غير؟ كنا نشتغل بالمواولات عباس بشو؟ المواولات لا كان عنا أول شيء المواولات ما كنت تشتغلها مثل هلا ايه كانت نحن كنا فاتحين محل كندرجية حش أدرك كندرجي مشان مشان كان كل الجنود الرومانيين الجنود الرومان في يلهم طبعا ايه بالتاريخ بعرف بالتاريخ خمسيني ما من زمان لك طيب عم تحكيني من مئات السنين انه المهم حاصل انه كان كلهم يجوا لعنا يضبطوا صراميهم حشادرك هلا جلست وكمان ما الواحد بس كان يشتغل كندرجي كان يشتغل كذا شغله مع بعضهم مزبوط ما بس كندرجي شو كان يعمل؟ كان دائما يشتغل حلاق كندرجي حكيم سنين بس مزبوط كل شيء كله كانوا يعملوه مع بعضه هذا كله بالزمانات ايه طيب. حتى في واحد كان بس نحلق له دقنه وكل شيء بس بدنا نقله على غير كرسي نظبط له سنينه هو ذاته يمخمط فيهم يرجع يبصقهم بنفس الشيء حتى نرجع نظبط له شعراته فيهم ماشي المهم حصل انه ما بدي فوت معك بتفاصيل ما تفوت ما لك فيها طيب كانوا يجوا لعنا الرومان في كانوا هن يلبسوا شو اسمه الطاسات تاعولهم كلياتها شعر عباس ايه هيدي اللي هيك من يعني شكله افرو بقولوا شكله افرو افرو ايه بس ما هي هيدي المعمول ما نحن درجنا لهم اياها هاي القصة اللي هيك ايه كانوا يجوا يقعدوا ونحط له الطاسة على مخه نخرط له اياها نعمل له هيك مثل عرف الديك ايه هيك بتطلع قام ابوي اقترح انه ليش ما كلياتهم في عندهم عرف واحد بتطلع شكلها مثل ما عين عليك زي الفرشاية مثل الفرشاية بتجيبها كنا عندنا كان جبنا وكالة فراشة ايه نحن فراشي لونهم احمر مزبوط بيجوا مواصين طويس حلوه ايه صرنا نفرش الصباط حشا ادرك هالطريقه هاي ايه مزبوط صرنا طيب. بعدين نشلن الشعرات للرومان كلياتهم هون ونعمل له حطوا له اياهم حط له الفرشايه ايه. انت عبالك نعمل لك فرشايه عبالك تعمل لي شو فرشايه تركبها على الصلعه تاعيتها لا لا ما بدي اياها انا هيك منيح المهم طيب هلا حاصل انه هلا فوتني على العمار على العمار على العمار شو معمر انت ببعلبك معمر عواميد بعلبك اوه طول بالك انت معمر عواميد بعلبك القلعه كلياتها انا مع قلعه باخص ايه المعبد المعبد تاع باخص انت عامله ما انا ابوي لشو لما اكون كذب لا بحب اكذب عليك طب العواميد انت بس انا كان حطيت ايدي معه كل شيء حطيت ايدك معه فهمت هلا هو كان اكبر وكذا بس انه انت عامل عواميد بعلبك عمود 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 معمرين هون انا ليش وقفت على بعلبك شو غير ليش اهرامات تاع مصر نحن معمرين هون على ما تبلش اهرامات اخذنا ايه اجي مره بدق تليفون لابوي واحد مش اسمه شو بدق شو لحظه التليفون تاع ابوي ايه تفضل بقول له نعم قال هو بقول له معك يا هول مين هول ابنه لابو الهول ايه واحد من الفراعنه من الشباب ايه ده قال له ابو الهول يعني ابنه إيه؟ ابنه لابو الهول ايه وقتها قال له لابوي انه بدنا نعمر هرم صغير لواحد اسمه خوفو
ايه خوفه؟ في خوفه؟ ايه كان يخوفوا منه كتير عباس، بدهم يعمر له هرم صغير لحتى يتخبوا فيه هو واصحابه، وكان ما عنده فيه واحد كمان شو اسمه صاحبه اسمه خرندعي. اسمه خرندعي؟ ايه اسمه خفرع. خفرع خفرع خفرع. شو اسمك عم تنقص؟ كانوا خافوا منه ابو الهول وخافوا خفرع، وهيدي شو اسمها منقرع. منقرع ايه هيدي المنقرع. لا هو هداك. طيب ما لانه كان وقتها كان حرب سينا واجوا الطيران وعليهم بده يتخبوا الجماعه. لك حرب اي سنه؟ عم تحكيك عم بحكيك هيدي سنه المدري اي سنه بده يتخبوا. عمرناه هرم مصفح. هرم مصفح وحرب سينا. حرب سينا واهرامات خوفو وابو الهول اللي عمرهم يلا روح. هيدي الورشه نحن بلشناها بالعصيص عباس بفرنسا. ما نحن كنا متعاقدين مع جماعه فرنسا مع نابليون. وصلتي مواصيلكم على فرنسا؟ ايه عباس. شو معمر هونيك؟ نحن معمرين. بتعرفوا هيدا شو اسمه البرج اللي معمرين لون اياه؟ برج ايفل. بتعرفوا؟ لك بعرفه بالتاريخ هيدا كله. نحن معمرين وكان عندنا نحن وهيدي ورا ساحه برج ايفل. ما كان برج ايفل هلا. شو كان؟ كان في ساحه ما هيدي لعلنا بوره. بوره هيك كنا نبيع في كل شيء فيها. كان في عندنا حديد للبيع، نحاس للبيع، بطاريات للبيع. لحظة لحظة كل شيء للبيع. لك هيدا هلا بيمرق بالاحياء بصير يقول حديد وبيع ونحاس. هيدا بيقطع هلا بالبيك اب. نحن بوقتها كنا نبيع على حصني. على الأحصنة. كنا نقطع بشوارع باريس ونصرخ حديد للبيع وكذا. في واحد اسمه كان جوستاف صاحبه لأبوي. صاحبه لأبوي عباس. ايه روحوا يلعبوا بليار سوا مع بعض. جوستاف. جوستاف. طيب عمرنا ايفل اجى لعنا قال انا بدي اعمر برج، بده يشوف حاله وحاله على رفقاته وكل شيء. عمرت له البرج. قلنا له تعال طلع في عنا هون شويه خرده وفي شويه حديد وكل شيء. قال لا في عنا عمود طويل عباس حشوة ادراك بده يعمره. في عمود كبير هيك طويل. ايه عرفته جاي. هيدا كان عنا كنا حاطينه انطين للتلفزيون عنا. هذا اللي طلعت المحطات تاع العالم كلياتها الاقمار الصناعيه كلها هذا كلياتها. طيب عاد كنا مرح حاطينه على السطح تاعنا. وكيف طلعت هيك الفكره انه يطلع الواحد فيه من تحت لفوق؟ ما شفت كيف جينا لانه قال له طيب هذا العمود بدك ايه يا سيدنا؟ شو بدنا نعمل؟ كيف بدك توقفه؟ فيك توقف عمود انت شي مره بتعرف تقدر توقفه لحالك؟ شو هو اللي بدي وقفه؟ العمود تاعك؟ ما بوقف يعني. اذا عندك عمود بدك شو قصتك عم تبلش تواش؟ قلت له بابا يعني قلت له بابا ابوي في عنا اربع شلوفة حديد اذا بدك في نحط له اياهم مثل كانه عنده اربع اجرين لهذا العمود. اربع اجرين؟ انت ما عندك اربع اجرين؟ لك انا عندي اربع اجرين، عندي ايدتين واجرتين. شو قصتك عمي ابو رياض؟ مضبوط. خشخشت على بكير. المهم قال لي برافو يا بابا حفرنا له حفرتين. حفرنا له للعمود. حفرنا له حفرتين لاخيه وقع فيها هون شو اسمهم الاربع اجرين وركبنا العمود عليهم وصار هيك طلع عمود البرج اللي سموه ايفل بقى. وصارت تنهال علينا الكونترايات. بدهم يعمروا شاب ايطاليا شاب ما بعرف وين. بايطاليا؟ بايطاليا بعت ورانا كمان واحد اسمه اليساندرو قال في عنه فبده يعمر برج. رحت انا صغير بعدني بدي اتسلى. رحت مع ابوي عمرنا له برج. هو صاحب البرج كان اسمه بيزا. بيزا من بيت مين؟ بيبروني. بيزا بيبروني؟ اسمه بيتزا بيبروني. ايه وبتعرفه؟ ما بعرفه. شو بس بعرف انه في برج اسمه بيتزا. ليش عم تطلع منه وبدك انك بس هذا البرج اعوج عمي ابو رياض. ما هو كان اعوج ما منتبهين له انا لانه كانوا عم بيسندوا له عباس للبرج وانا واقف من بعد الورشه كنت نازل عن الصالات اتعبط كثير. سندت العمود تاع البرج تاع بيزا. هلا هن حسبوا حالهم انه هو جالس وكل شيء. انا ساند عليه عم بلقط انفاسي الاخيره لانه تعبت كثير. عم عيط لي ابوي منذر. قلت له نعم بابا. قال لي تعال هون يلا بدي اعرفك على الاخ هون شو اسمه البيزا. بيزا بيبروني. بيبروني. تركت العمود عباس ورحت قام طعج العمود معهم. قلت له قال لي طب شو بدنا نسوي هلا؟ كيف بدنا نجلسه؟ قلت له ما مشكله هلا مع الوقت اذا جنح معهم كثير بنركب له نص نعل بجلس. نص نعل؟ ممكن كمان يحطوا له كعبيات. ايه ايه وضبين بتصير ضبين. ايه ضبين. الضبين ما بيمشي الحق. طوفي تليفون عم يضق. فوت فوت تفضل. بالاذن منك يا بابا. تفضل تفضل. حط 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 اذا بدك حط. الو. قال لك مين؟ ما بين رقمه عندك؟ لك وين بده يبين رقمه بهال شو تنسى نيوس اي واحد ايو شو هذا؟ ما يخلنا يوصلوا معو تنسيني يوصلوا معو ايوه ايو
لك مع مين عم تحكي؟ ماو تسي تونغ. ماو تسي تونغ؟ ماو طوفي؟ قش التليفون. ايش لنشوف شو في؟ على وجهك الحلو يا بابا، اجتنا اجتنا ورشة بالصين. هلا عم يحكيك مين؟ ماو. طيب فهمت حاجة، تحطني براسك وتقول ماو. هلا حكيك ماو تسي تونغ؟ ماو تسي تونغ. شو بده؟ قال في عنده واحد كثير عم يتفلسف عليهم. ايه. اسمه خونفوسيوس. خونفوسيوس؟ شعره هيك طويل عباس وله مثل دبابيس بشعره من الاخر. خونفوسيوس. خنفوس يعني. ايه. سمينه خونفوسيوس. عم بيتفلسف عليهم لانه عم بزت ارقام، لانه عم بيقول لي هلا ماو انه في عندهم سور بدهم يعمروه. سور الصين؟ سور الصين. ما عندهم هلا سور الصين طوله مدري كم كيلو متر؟ قال ما بيسوى هيدا تقليد لانه شغل الصين، بدهم واحد شغل بيت الرئيس. ايوه هلا هلا والعيد. هلا حميد يا معلم. ايش بك شيء؟ صوت صوت. بتاكل اكاديميا؟ وين في اكاديميا؟ وراك. تعال اكاديميا.